السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أنا ما راح أطول عليك يا شيخ. تفضل يا أخي. أنا في عندي مشاكل واجد، من ضمن المشاكل اللي دائما عندي وزنتي دائما مرتفعة. معي يا شيخ؟ ومع عندك إيش؟ وزنتي دائما مرتفعة. الوزن غير طبيعية. وزن عالي يعني؟ شلون؟ أنت بتقولي وزني يا لم يهنس. أنا سامعك، حضرتك بتقولي إن الوزن مرتفع؟ أيوه، نفس الوزن حقتي دائما مرتفعة. أيوه. يعني تخين، انت ملان، انت ملان يعني قصدك ملان؟ لا لا لا، وزنتي دائما احس انها شاطره. انا مش قادر افكر الكلام معي يا شيخ. انت لا 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 مش فاهمين ايه الوزن، يعني انت تقيل ملان؟ لا لا يا شيخ، لا هو اكتب حاجه ثانيه. الاذن؟ لا لا يا شيخ، عندي دائما وزنتي فصعتي دائما شاطره. انت علي يا شيخ؟ لا لا والله يا ابني ما سمعت. الفصعه عندي. الفطعه؟ ايوه. فطعه ايه؟ عندي مشاكل مع شو اسمه الزوجيه. جبت لنا يعني مشكلات زوجيه. ايوه. دي اسمها ايه دي؟ دي اسمها ايه؟ اول مره اسمع عنها انا. اسمها فصعله. اسمها ايه؟ فصعله. فصعله؟ ايوه. انت منين؟ حته في السعوديه. ايوه هي هذه دائما انا عندي. اللي هي دي انت منين؟ انت منين في السعوديه؟ منين الفصعله دي؟ من الضلع. من الضلع. من الضلع؟ ايوه. ايوه صح. الجنوب؟ الجنوب؟ لا 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 لا، من السعوديه. من وين؟ انا وين الجنوب؟ انا ايوه انا اعرف الضلع يعني الشعار او الضلع. لا لا، الضلع الضلع الضلع، هذه مدينه عندنا. طب خلينا طيب حاضر معي يا دكتور. معك مشكلات زوجيه؟ ايوه عندي هي. هل اقول لك افصل؟ هذه دائما عندي مشكله مع زوجتي. بسبب ايش؟ دائما مشاكل يعني. انا بيك عشان تعطينا اي طريقه يعني تريح الموضوع يريح. طب المشاكل عباره عن ايه حضرتك او بسبب ايه؟ دائما مشاكل مع زوجتي. ايوه سبب المشكله، هل في سبب معين للمشكله؟ لا كذا هذه زي ما تقولي. انا رحت عند الدكاتره قالوا لي المشكله بالفصعله، انك دائما في نوع من الحاله النفسيه عندك. انت بتعمل؟ انا اي والله اعمل. انا وبتربح؟ لا والله ضرب كفيني بس لا اكثر. معلش الله يكفيك. يعني البيت ملان عمران؟ كيف البيت عمران بالخيرات والرز والدجاج وما الى ذلك؟ الحمد لله. اعتقد وتحسن المعامله. هو يقصد انه عنده مشكله في الحياه الزوجيه نفسها، في العلاقه الزوجيه. مظبوط. يعني ما هو السلوك وان يعني ما تطيقك بعض السلوك. في بعض السلوك انا ما اقول لك زوجتي دائما. ما يمكن السلوك هو السبب. ما يمكن السلوك هو السبب. والله اني ما ادري يا دكتور. انا لا والله ادري. واتمنى انك تعطينا رقمك اكلمك يعني خارج. لا وعلى العين وعلى الخشم يا اخي، على الخشم سم. والله انا بقول احتمال كبير جدا المشكلات النفسيه تسبب هذه الحاله، ولا طب ولا شيء، ويبقى الجسم زي الحصان، ويبقى الرغبه موجوده، ويبقى ما في امراض، وكلمه واحده تحول الميزان. حضرتك متزوج بقالك قد ايه؟ 4 سنين. لي حوالي، لا والله لي حوالي سنه ونص كذا. يعني لسه برضه يا دكتور. ما في حاجه جايه صغير؟ والله ما جاء شيء لحد الان. هلا اقول حياتي الخير ان شاء الله. حياتي الخير ان شاء الله. انا برضه بنتهز الفرصه وبقول له كل الدنيا كلها، والله الكلم الطيب والمعامله بين الزوجين دي بتحتاج الى فن على فكره. يعني ترفق. وانا بقول دايما خلي بالكم الاجنده، لان الاجنده لما تسود الدنيا كلها بتضيع. خلي بالكم ان انكم تاريخ. الناس احيانا بتستخف بالكلام ده وبتضحك منه، لكن هو في الحقيقه معيار. احنا هنقابل ربنا بكتاب، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كتاب اللي هياخده بالشمال او من وراء ظهره، ودي كلها كنايات عن سواد العمل وعن سوء المصير. لازم الانسان يحرص قبل